زي ما كنت بقول لك امبارح، هو التألق برضو، التألق عند المصريين يخليك طول الوقت قاعد قلقان من انك انت تتحط في الدايرة بتاعت يا عم ده بيجامل الناس. لا بصراحة مش مجاملة، وانا ما اظنش مثلا انه في حد شاف الاستاذ محمد عبد العظيم في اي دور الا واثنى عليه، ده واحد. وما اظنش ان في حد، او بالاصح ما اظنش انه الاستاذ محمد عبد العظيم ظهر في اي مشهد وما خطفش العينين. استاذ محمد عبد العظيم بيقوم باي دور اللي شرير ابو دم خفيف، يعني لازم يعمل لك لفته حتى لو ما بيقولش افيه. يعني انا مثلا في تحت الوصايه بتفرج عليه لما خد بعضه وفضل ماشي ورا منى زكي، وبعدين حد من صبيانه جهز له بالميكروفون ويقعد لك مزارع، انت شايف قدامك راجل تاجر شرير بيضيق على الست وعاوز يبوظ لها لقمه عيشها ورزقها، بس انت فجاه تروح باصص كده اللي هو ايه انت ايه يا اخي، وتضحك، يعني اللي هو شر يخليك تبتسم في نفس الوقت. ده شيء بالمناسبه ما هواش سهل على الاطلاق. فاحنا معانا على التليفون المتالق وبشده وكما جرت العاده الاستاذ محمد عبد العظيم. زي الصحه. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ يوسف، واهلا بجمهورك واهلا بالتلفزيون المصري. لا ده اهلا بيك، ونبره الصوت بالنسبه لي مفاجئه جدا. قول لي ليه؟ أقول لحضرتك لأنه إحنا دايماً كلنا عموماً كمشاهدين بيبقى في عندنا تصور عن شخصية الفنان أنها قد تكون قريبة مما يجسده على الشاشة أو في الأعمال، لكن بتبقى دايماً شخصية الفنان غالباً مختلفة خالص. وأنا هنا مش عايز أطول عليك، أنا هنا بفتكر الله يرحمه يا رب العظيم بابا عبده الأستاذ عبد المنعم مدبولي. أنا قابلته مرتين وما كنتش متصور انه ده بابا عبده اللي بنشوفه في التلفزيون، هادي ولا يتحدث الا بمنتهى الجديه، وابتسامته مش نادره، ابتسامته تكاد تكون غير موجوده. فانا لقيت استاذ محمد عبد العظيم صوته هادي جدا جدا جدا، منورنا. وده اولا. ايوه استاذ محمد، أنا كنت بقول إنه الشرير اللي بيخليك مش بس ما بتكرهوش، بيخليك تبتسم، ودي برضو معادلة غريبة جدا في التجسيد بتاع الأدوار. وده اللي دايما بنلاحظه، إنه لما بتطلع مثلا الموظف اللي مش مظبوط في 100 وش برضو أنت قاعد عمال بتضحك، يعني أنا قاعد عمال بتفرج وبضحك. هو شرير يا جماعة، مش بس عضو في تنظيم عصابي، لا ده موظف مش مظبوط، بس بتضحك. اشوفك بقى في تحت الوصايه بضحك. والله يا فندم هو يعني شر الباليه ما يضحك، يعني دايما احيانا. وبعدين دايما النصاب ولا الشرير، انا في رايي انه بيضحك، يعني انا رايي ان الشرير والنصاب دايما بيضحك، لان هو على عكس المعتاد، وخصوصا اذا كان شره زايد قوي كده. يعني انا بنسج الشخصيه بطبيعتها وبتقول الكلام اللي المفروض يتقال. انت بتضحك على مفرداته، بتضحك على طريقته، بتضحك على جشعه، وانا بلقم كده بتعمد احط حته دمها خفيف في الدور علشان ما يبقاش مكروه بيور، يعني ما يبقاش مكروه على طول، ما يبقاش قبيح ومنفر يعني. يعني مش ببرر الشر، لكن هو الشر دايما حتى النصاب بيضحكني، يعني لما واحد يجي ينصب عليا ببقى بضحك، لان شايف الخريطه وهو بينصب كده، فبحاول اخلي الناس تقبله تهضمه يعني. ايوه فهمت. عارف انه احنا عاده في السينما ما عندناش شرير يضحكك، يعني يقوم بدور شرير بقسوه ويضحكك، اللهم الا كان توفيق الدقن الله يرحمه، اظنه كان الشرير الوحيد. والعظيم ستيفان رستي وعادل ادهم. وستيفان رستي يعني وعادل ادهم. صح صح صح
صح 100%. غير كده الشريك كان بيخليك تكره الشخصية. يعني كنا مثلا نشوف الله يرحمه الأستاذ زكي رستم أو زكي بيك رستم، تتفرج عليه بتكره الشخصية خلاص. تتفرج على الله يرحمه المبدع العظيم محمود المليجي شرير، لا تستطيع أنك أنت تضحك ولا تتعاطف معاه ولا حاجة خالص. يعني أنت عاوز فريد شوقي يخلص عليه بأي شكل من الأشكال. فأنا بشوف أنه الأستاذ محمد عبد العظيم هو من المدرسة دي، الشرير اللي بيخليك طول الوقت مبتسم وعاوزه يكمل في شره عشان انت عاوز تشوف مشاهد اكتر، وده بتبقى حاجه غريبه جدا. انا يعني انا ببقى مبسوط ان الناس بتضحك، وبعدين علشان ما يتنسيش يعني هذا النوع من الشر. والراجل قاعد يضايق الولايه في عيشتها، ايوه، وكانت مكافحه وغلبانه ودمر لها شغلها وبوظ لها حياتها، بس هو عنده منطق. انا مش عامله شر، هو مش شرير من اجل الشر، هو عنده منطق. انت جايه تبوظي لي قانون السوق، انت مش ماشيه على القواعد، فبالتالي ده دفعه في الشر. هو ما يعرفش انه شرير، هو مش واخد باله انه شرير. انت جايه تتحدينا في لقمه عيشنا وجايه تعملي نفس القانون، بس يعني فده اللي مخلي في جزء حتى دمه خفيف. يعني ما هو اصل انا فاكر اول مشهد ما بينكم وهي بتقول لك بكام، قلت لها 1500، قالت لك طب ما تهزها شويه ولا تزودها شويه، قلت لها طب 1600، فقلت لها فسالت انتوا بتبيع للمطاعم بكام؟ قال لها 2200 جنيه، قلت لها انت هتبص لنا في رزقنا بقى ولا ايه؟ فاللي هو كده التاجر في الحاله دي هو تاجر مفتري جدا برضه، يعني مش عاوز يسيب لها هامش سنه زياده كمان. ومحتكر وشايف ان هو الأحق بأنه يبقى الوسيط بين الصياد وبين المطاعم وبين الناس اللي بتستهلك. لا، وراعب السوق كله. يعني التجار التانيين عاملين له حساب وكلمة. الإيه؟ وراعب السوق كله، بقية التجار عاملين له ألف حساب، يعني يبص لأي واحد فيهم يقول لها هو الحاجة قال لك كام؟ معلم سيد قال لك كام؟ هو كبير السوق، هو أقدم حد في السوق وكبيره وعيلة. يعني من عيله كبيره ماسكه الرصيف كله، والنماذج دي موجوده، يعني موجوده في احتكار في حاجات كتير. وحش حوت، يعني هو بلغه البحر هو حوت. طبعا طبعا طبعا، وهي بشريه صغيره يا عيني فافترسها، يعني غلبانه والله غلبان. يعني طبعا هو الكل متعاطف مع الشخصيه جدا اللي بتقدمها منى زكي، لكن لا احد يستطيع ان احنا حابين الشخصيه بتاعت المعلم سيد، ما نقدرش ننكر ده على الاطلاق. شوف، ربنا يديم عليك محبة الناس ده بجد يعني، ويديم عليك هذه الموهبة المهولة. وأنا فعلا محتاج إن احنا مرة تشرفنا نقعد نتكلم على حدوتة طويلة. عاوز تحكي لي الحدوتة من أولها، يعني من أول كان يا مكان، وإن شاء الله ما يبقاش فيه توتة توتة لعمر طويل، نفضل مستمرين. فأرجوك مرة تحكي لي الحدوتة. ده شرف ليا يا استاذ يوسف. انا اللي اتشرف يا فندم، ما تقولش كده. انا من جمهورك ومن محبيك. ده انا اللي من جمهورك جدا، ما تقولش كده. بجد والله العظيم من زمان يا رب، وانا بحترم رايك وبحترم طريقتك، وشرفني ويسعدني ان اكون معاك حتى في التلفزيون المصري بتاعنا، يعني الارض. والله ده شرف كبير ليا. والله من ايام ما كنا زمان، حضرتك بقى هتفتكر، كنا زمان القناه الاولى دي كان التلفزيون بمؤشر، فكنا نجيبها على رقم 5 طبعا. القناة التانية كنا نجيبها على رقم، اصل في اجيال ما تعرفش التلفزيون ابو مؤشر ده خالص. ايوه طبعا، كتاكيت دول بتوع الريموت، ده اجيال الريموت. دول ريموت. ده انا لما جه الريموت دخل بيتنا كنت فرحان قوي. نورتني وشرفتني، وباب استوديو 10 زي ما يتقال كده مفتوح في برنامج التاسعة. تنورنا وتشرفنا فنان الكبير المتألق المحترم المبدع الأستاذ محمد عبد العظيم.